واخش بقى على الرز. تمام. الرز اللي هنعمله مع حضراتكم رز بسيط جدا عادي اي حد يخش يعمله، ولكن تفصيله الحشو بتاعته او اللي ممكن نزودها عليه دي بتاعتنا احنا بقى. سنه زيت على سنه زبده، شايف يا فندم؟ مع بعض الاول. حلو. مع الزبده والزيت انا احب احط عندي فص حبهان، اي حاجه ممكن فص مستكه يدي ريحه حلوه، الحاجات دي بتفرق جدا. طبعا ممكن اضيف عندي قرفه لو حبيتها، وممكن اشيلها في الاخر، مش بحب احط الحاجه سيرف كده ساده يعني، ممكن نطعم الامور وفي الاخر نشيل اللي احنا عايزين نعمله. اشوح الزبده كده وانزل عليها على طول بسم الله الرحمن الرز الاول. ها الرز الاول، اسخن الرز عادي جدا جدا بالزبده والزيت، ولازم يكونوا ملمعين ايدي وحركهم كده، ما ينفعش احطها تكون طافيه، لان يعني الزبده لوحدها هتبقى حلوه بس هتحرق بسرعه. الزيت مع الزبده يحافظ على قوام الزبده ما تحرقش مني بسرعه ويديها اللمعه اللي حضراتكم شايفينها دي. طب لو زيت لوحده هيبقى الرز عادي، مش هيبقى فيه طعم اللي حضراتكم متخيلين. كده قلب كويس قوي يسخن كويس، وبعد كده هشوف هعمل بقى واحده واحده. كده حابب احط سي فود، انا مش هحطه في الرز. بص كده يا فندم، ده الرز ده معاه بسله دي ومع حبه السي فود، شايف يا فندم؟ انا بقى هعمل ايه ان شاء الله يعني، بدل ما اخدهم تشويح واقعد اقرص عليهم في التسويات والكلام ده، اعمل الحركه بتاعت كل مره. ايه هي؟ نرفع الاول بس المرقه اللي بشتغل بيها ونشوفها ونفكر حضراتكم بيها ايه، عباره عن ايه المرقه دي. والمرقه دي اللي بشتغل بيها دايما بفكركم بيها، بعمل نفس الحركه دي. اتفضل. قشر الجمبري، مش عشان اعمل مرقه سي فود او مرقه جمبري لازم اشتري حاجات كامله، لا. تمام يا فندم، هرجع تاني. المصفه شغاله، بص المرقه شكلها عامل ازاي، وده الدوبري اللي طالع، الجزر والليمون والبصل والحبهان والحركات دي كلها، هي دي القصه بتاعت اديني مرقه كويسه. هنزل بحبه السيفود بتاعي وانزل كده معاهم واسيبهم شويه. كان ماري على قشر البياض، على اي حاجه انا عايز اعملها، تنزل كده تاخد سلقه. سلقه ليه بقى؟ عشان احافظ على قوامها وابقى كنترولي، ابقى انا مسيطر على تسويتها، ما بقاش في قلب الرز، فالرز يا عيني بيتشرب، لا بيغلي، لا ميته سخنه، لا مش عارف حصل له ايه، فده كله هياثر على تسويه الحاجات بتاعتي. فالالطف ان انا اسوي زي ما انا عايز على جنب، وفي الاخر افنش واحده واحده. قلب كويس. حاضر. اقلبهم كويس قوي. انا احب اسخن الرز بس شويه، وانا عارف ده اطلع بوصل. طيب انا هطلعكم فاصل بس، لسه بسخن الرز وهشربه، وكده كده مش هحط السي فود ده غير في الاخر خالص. ارجع هنا بقى اقفل الرز. ايوه هنا بقى الرز قلنا عليه ايه؟ بسله. ادي البسله. بص بقى التقفيل هنا مهم جدا، وقلنا فيه شبت. حلو. قبل ما احط السي فود خالص، احنا هنا كده بنشتغل قبل ما نعمل اي حاجه. ابص البسله عامله ازاي مع الرز. بسم الله بسم الله بسم الله. ده كده انا بقفل حاجتي مظبوطه، شايف؟ شايف الرز عامل ازاي؟ كده تغرف الرز كأنه كله مستوي في حله واحده. نجيب عندنا بوله فاضيه. ماشي، ممكن نعمل حاجه حلوه قوي. طيب هنجيب الطبق ده، بوله لطيفه كده، وانزل عليه بحبه الرز كلهم مع بعض. بسم الله. شوف خدت بالك؟ والحله اهي. حلو. وابدا اروح هعمل كده. ومن هنا بقى نفرش كل سي فود الايه؟ ايوه المسلوق. نبدا نرص الجمبريتين الحلوين بتوعنا كده. يبقى كده ظهرنا حاجتنا وظبطنا الامور وكل حاجه واضحه قدام حضراتكم بمنتهى البساطه. طب هتفرق فيها؟ شوف لو حاطينها في النص لك هيبقى ما فيش حاجه هتبان من ده خالص. كله هيبقى تك تك كده في النص، تلاقي الموضوع فيه قلق شويه وما استوتش كويس زي ما احنا متخيلين، واللي لون حلو بس الاساس مش عارف، حاجات كده بقى كتير. اطلع بيه على طول.